طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية: كيف تعيش أسر صحفيين حكم الحوثيون عليهم بالإعدام. مجلة أمريكية: اليمن غير قادر على إعالة نفسه دون مساعدة خارجية ضخمة. ومن أخبارنا المنوعة: مصر توقف مذيعة عن العمل بسبب كحة على الهواء. أهلا بكم. بعد إصدار ميليشيا الحوثي قرارها بإعدام صحفيين مختطفين في سجونها منذ 5 سنوات، ناشدت أسرهم المحرومة من رؤيتهم إلا نادرا المنظمات الدولية بحسب الموقع بوست بالانتصار لأبنائها المعتقلين وملاحقة من يرتكب الجرائم ضدهم وضد الصحافة في اليمن. وأعرب بيان لأسر الصحفيين المختطفين عن جزع عائلات الصحفيين الأربعة الذين صدر بحقهم حكم بالإعدام من قبل جماعة الحوثي السبت الماضي. أوضح البيان أن الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي منذ 5 سنوات يتعرضون للتعذيب الوحشي جسديا ونفسيا، فيما تقاسي عائلاتهم في الخارج الكثير من الآلام بسبب الظروف غير الإنسانية التي يعتقل فيها أبناؤها. ميليشيا الحوثي اعتقلت 10 الصحفيين عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء، حيث داهمتهم في فندق الأحلام في 9 يونيو 2015. وصف البيان قرار الإعدام بأنه استغلال خطير للقضاء الذي حولته جماعة الحوثي إلى مقصلة لتصفية العدالة وملاحقة الحريات. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء السبت الماضي في جلسة عقدت دون حضور محامي الصحفيين عبد المجيد صبرة حكما قضى بإعدام كل من عبد الخالق عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح وحميد توفيق المنصوري، ومعاقبة الصحفيين هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وصلاح القاعدي وعصام بالغيث وحسن عناب بالسجن والاكتفاء بالمدة التي قضوها مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 3 سنوات. عدد من الصحفيين معتقلون في سجون ميليشيا الحوثي منذ أكثر من 5 سنوات، ورغم وجودهم داخل المعتقلات إلا أن تهمتهم ضعاف عزيمة مقاتلي الميليشيا، مع أنهم لا يكتبون كلمة واحدة في معتقلاتهم، لا يمتلكون غير القيود وأبواب موصدة في وجوههم. نبيل سبيع يكتب عن هذا التناقض الذي تعيشه ميليشيا: تسجنك ثم تبحث لك عن تهمة جاهزة. وأضاف في مقال نشره عدن الغد: 4 صحفيين دفعة واحدة حكمت عليهم ميليشيا الحوثي بالإعدام. في الواقع هم 10 صحفيين أصدر الحوثيون اليوم أحكاماً قضائية ضدهم، 6 منهم حكموا عليهم بالسجن و4 بالإعدام. جنون ما بعده جنون، واستخفاف واستهتار ما بعدهما بكل الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان. وما هو أسوأ من كل هذا الجنون والاستهتار بقوانين العالم وحقوق الإنسان هو كل هذه الاستهانة والاستخفاف والاستهتار غير المحدود الذي أظهرته هذه الجماعة العنصرية المارقة تجاه حياة اليمنيين وأرواحهم. وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، إنه أمر يتجاوز السوء والإساءة إلى ما هو أبعد منهما بكثير. الصحفي توفيق المنصوري وعبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث صالح حميد 4 صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، والتهمة التخابر مع العدوان ورفع إحداثيات للعدوان واستهداف الجيش واللجان الشعبية وإضعاف القوة القتالية للجيش. طبعاً الصحفيون 4 اعتقلوا في يونيو 2015 وأمضوا كل سنوات الحرب في ظروف قاسية وشديدة الصعوبة داخل معتقلات وسجون الحوثيين طوال سنوات الحرب وهم في معتقلاتكم، فكيف تسنى لهم التواصل مع العدوان وموافاته بالمعلومات والإحداثيات؟ كيف أنتم لا تسمحون لهم حتى بالتواصل مع أمهاتهم وأبنائهم وزوجاتهم وأسرهم؟ فكيف تتهمونهم بهذه التهم؟ كيف تتهمونهم بإرسال إحداثيات عسكرية خطيرة وهم مجرد صحفيين في بداية عمرهم ومشوارهم المهني؟ كيف تتهمونهم أنهم استهدفوا الجيش واللجان الشعبية وهم في سجونكم؟ وكيف تتهمونهم أنهم أضعفوا القوة القتالية للجيش وهم في سجونكم تحت المعاناة والجوع والمرض وصولاً إلى التعذيب؟ بالله عليكم كيف؟
في الوقت الذي تكافح فيه أقوى الأنظمة الصحية في العالم جائحة فيروس كورونا بأحدث التقنيات الطبية المتطورة، يعاني أغلب اليمنيين وخصوصا فئة المهمشين منهم من نقص حاد لأدنى الوسائل لمكافحة الفيروس، وهي وجود الماء لغسل اليدين. وعنونا المشاهد نت: المهمشون كيف سيواجهون كورونا؟ وتعيش فئة المهمشين وضعا مأساويا في اليمن بسبب الحرب وتداعياتها التي امتدت لتشمل اليمنيين كافة، لكن هذه الفئة تأثرت بالحرب بشكل كبير جدا. تحدثت إحدى نساء فئة المهمشين التي تعيش في خيمة بمحوى يقع في منطقة الحصبة شمالي العاصمة صنعاء للموقع، وقالت: ليس لدينا ماء ولا كهرباء ولا مجاري، كأننا لسنا يمنيين. في صبيحة كل يوم تستيقظ المرأة مبكرا وتوقظ بناتها للذهاب إلى أحد المساجد المجاورة للمحوى الذي تعيش فيه لجلب المياه بسبب عدم توفر المياه في الخيام التي يعيش فيها المهمشون. وقال الموقع إن هناك وضعا كارثيا في مخيمات المهمشين، يوجد العديد من الأسر التي تسكن داخل هذا المحوى في الخيام المصنوعة من الطرابيل والكراتين وبعض الأقمشة الممزقة والمهترئة، وتفتقر الخيام إلى أبسط خدمات الصرف الصحي. عندما سأل المشاهد أحد المهمشين عن الوسائل التي اتخذها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، أجاب: إيش من وسائل، نحن نبحث عن قيمة الأكل والشرب كل يوم. الأمر الآخر، لا أحد يكترث لشأننا، عندما نذهب إلى أي مستشفى لطلب العلاج يتم التعامل معنا بنظرة أخرى مختلفة تماما عن المواطنين العاديين. وأضاف: تخيل لما يوصل كورونا عندنا، صدقني لن يعالج أحدا منا. غمرت سيول الأمطار المتدفقة من عدة مناطق في مديرية خولان، تحديدا وادي الأجابر بحسب المصدر أونلاين، شوارع وأحياء في العاصمة صنعاء لأكثر من 5 ساعات. السيول المتدفقة جرفت شخصين في مديرية السبعين، وكادت أن تتسبب في غرق أسرة كاملة بحارة البطحاء حي القلفان. وبحسب مدير مديرية السبعين محمد مطهر الوشلي، فقد تم إسعاف الأسرة من حارة البطحاء إلى أحد مستشفيات العاصمة، إضافة إلى إجلاء كثير من الأسر إثر دخول السيول إلى منازلها. ويضيف الموقع بأن السيول تسببت بأضرار كبيرة في الممتلكات وجرفت بعضا من بساط الباعة والمتجولين في شوارع صنعاء. وقال السكان إن ارتفاع منسوب المياه أدى أيضا إلى قطع الحركة بشكل كامل جنوب صنعاء والسائلة ومحيطها. خارج السباق واللحاق، تحت هذا العنوان كتب سمير عطلة مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: ترتكب الشعوب خطأ مشتركا، تزرع الخرافة في الطفل ثم تحاول بصعوبة نزعها منه. في الماضي كانت الأمهات يهددن أطفالهن بالغول إذا ما عصوا، وما أن يكبر قليلا حتى يلقن في المدرسة أن ثمة ثلاثة لا وجود لهم: الغول والعنقاء والخل الوفي. وسرعان ما يقنع بأنه لا وجود للعنقاء والخل الوفي. ألغى كورونا الخل الوفي والعنقاء وحل محل الغول في كل حكايات العالم، والسباق قائم بين الخرافة والعلم. والمحزن أنه لا وجود لنا في الأخير، وهذه مشكلتنا الكبرى ليست في كورونا بل قبلها والأرجح بعدها. لقد أصبح لدينا أطباء من الدرجة الأولى ومستشفيات ممتازة، لكن لا موقع لنا بعد في صفوف العلماء. أعاد البعض إلى الذاكرة ما أورده ابن سينا شيخ العلماء في محاربة وباء شبيه بكورونا، وهذا يضعنا في موقف صعب. هل نفاخر لأن ابن سينا قد دون تلك السابقة العلمية قبل 1000 عام، أم نخجل لأننا منذ 1000 عام بلا علماء؟ باستثناء أحمد زويل لا نوبل لأحد في الفيزياء أو الكيمياء أو الطب. ووفق ما يشكو أهل العلم في مصر ولبنان، فإن وضع التعليم في العالم العربي يشكو من التدني مقارنة بالماضي. وقد يقال: ماذا عن بلدان العلم في أمريكا وأوروبا واليابان؟ صحيح، لكنها جميعا في سباق بحثا عن لقاحات أو أدوية. قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن اليمن سيعاني كثيرا حالة تفشي فيروس كورونا بسبب الحرب التي أدت إلى انهيار المنظومة الصحية. وأضافت المجلة في تقرير لها ترجمه الموقع بوست أن مسؤولي الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة يعتقدون
أن فيروس كورونا قد انتشر في اليمن على نطاق واسع، وما يعزز هذه الشكوك هو ارتفاع عدوى كورونا في المملكة العربية السعودية المجاورة لها. وبحسب التقرير الذي أعده كلوم لينش وهو مراسل دبلوماسي في الأمم المتحدة ويكتب في الفورم بوليسي، فإن مخاوف انتشار فيروس كورونا القادم في اليمن أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل ورفع تكاليف السلع الأساسية مثل الطعام والأدوية. ويقول التقرير إن اليمن بيئة خصبة للوباء، ففيها فقر ونظام رعاية صحية متدهور وصراع لمدة 5 سنوات جعل البلد غير قادر على إعالة نفسها دون مساعدة خارجية ضخمة. ويتوقع التقرير أنه في غضون شهر من تسجيل أول حالة في حضرموت من المرجح أن يتم تسجيل العديد من الوفيات، وتبدأ السلطات التحريض على قيود صارمة على الحركة، ومع ذلك فإن عدد الإصابات والوفيات سيستمر في الارتفاع بشكل حاد. دفعت المذيعة المصرية دينا عبد الكريم مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر ثمن كحة على الهواء مباشرة ليقرر التلفزيون المصري وقفها لمدة أسبوع، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وعنونت القدس العربي: كحة على الهواء توقف مذيعة برنامج صباح الخير يا مصر. وعلقت المذيعة على قرار وقفها قائلة: أسبوع إجازة من صباح الخير يا مصر كإجراء احترازي علشان عندي دور حساسية وكحيت النهاردة على الهواء. وأضافت: أنا محترمة القرار وأعجبني بصراحة، لازم نكون أول ناس نعمل اللي بنقوله. ولاقى إعلان المذيعة تفاعلا واسعا بين زملائها الذين بادروا بالاطمئنان على حالتها الصحية، وأشادوا بالقرار تحسبا لأي احتمالات الإصابة بالفيروس. وفي وقت سابق صرحت المذيعة أن الإصابة بكورونا ليست عيبا أو وصمة عار، خصوصا أنه وباء يتعرض له العالم كله. تكلفة الأزمة على رأس المال البشري. تحت هذا العنوان كتب أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا باري إيشنجرين مقاله المنشور في صحيفة الغد: لم تمتد عناية ألمانيا المفرطة بالسكان إلى ما وراء حدودها. أثبت الاتحاد الأوروبي أنه أي شيء سوى أن يكون اتحاداً. ومع ذلك تستطيع المجتمعات الأوروبية المريضة النظر عبر المحيط الأطلسي للحصول على المساعدة. كانت القوة العظمى الكوبية مستعدة مرة أخرى للمساعدة بالأطباء والمعدات. وفي الأثناء كانت جارتها الأمريكية تقلص المساعدات الصحية لليمن، حيث ساعدت على خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وكانت تستخدم فرصة الأزمة الصحية المدمرة لتشديد عقوباتها القاسية لضمان أقصى المعاناة بين أعدائها المختارين. كوبا هي الضحية الأطول أمداً منذ أيام حروب كينيدي الإرهابية والخنق الاقتصادي، لكنها نجت بأعجوبة. بالمناسبة يجب أن يكون مزعجاً للغاية للأمريكيين أن يقارنوا السيرك في واشنطن بتقرير أنجيلا ميركل الواقعي والرصين والمحسوب الذي قدمته للألمان حول الكيفية التي يجب أن يتم التعامل بها مع التفشي. لا يبدو أن السمة المميزة في الاستجابات هي الديمقراطيات مقابل الأنظمة الاستبدادية، وإنما المجتمعات العاملة مقابل المجتمعات المختلة وظيفياً، ما تسمى في الخطاب الترامبي الدول القذرة، مثل ما يعمل جاهداً على صناعته من أمريكا تحت حكمه. تقول صحيفة الشرق الأوسط إنه في أول يوم 2 من شهر مارس الماضي ظهر الرئيس التنفيذي لشركة بيوجن الأمريكية لصناعة الأدوية في حالة معنوية جيدة جداً، حيث حقق عقار الزهايمر الجديد الذي أنتجته الشركة إيرادات لم يسبق لها مثيل بالنسبة للشركة. رد ميشيل فوناتوتس على سؤال طرح عليه خلال مؤتمر صحفي في مقر الشركة في بوستون حول ما إذا كان فيروس كورونا سيعطل سلاسل التوريد ويقلب الخطة الكبيرة للشركة بالنفي، مؤكدا أن الحالة الاقتصادية للشركة جيدة جدا. ولكن أثناء حديثه كان الفيروس ينتشر بصمت بالفعل بين كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، والذين لم يعرفوا أنهم أصيبوا به قبل ذلك بأيام خلال اجتماع القيادة السنوية للشركة، حيث حضر هذا الاجتماع 175 مسؤولا بعضهم جاء من دول أوروبية. كان الوباء قد انتشر فيها على نطاق واسع بالفعل، وقبل الاجتماع تصافح الزملاء بحرارة، حيث أنهم يلتقون سنويا إلا في هذا الاجتماع، كما تناولوا العشاء جميعا في أحد الفنادق الفخمة في نهاية اليوم.
وعقب هذا الاجتماع سافر بعض موظفي الشركة على متن طائرات مليئة بالركاب عائدين إلى عائلاتهم، وحملوا الفيروس إلى 6 ولايات أمريكية وثلاث دول على الأقل. لجأت قرية اندونيسية إلى دوريات ينفذها متطوعون يتنكرون بزي أشباح لإخافة الناس ولدفعهم إلى البقاء في منازلهم في محاولة لإبعاد شبح فيروس كورونا. وتعنون البي بي سي: فيروس كورونا، قرية اندونيسية تستعين بالأشباح لفرض حظر التجوال. بحسب جامعة جون هوبكنز، سجلت اندونيسيا حتى الآن 4500 إصابة و400 حالة وفاة، لكن يشير خبراء إلى أن حجم انتشار العدوى في البلاد قد يكون أسوأ بكثير. وباشرت قرية كيبو في جزيرة جاوا الاعتماد على دوريات الأشباح، وقال مراسل وكالة رويترز الذي قصدوا القرية لتغطية نشاط الدوريات أن نتائج الخطة جاءت عكسية، فالناس يخرجون من منازلهم في محاولة لرصد الأشباح. يقول أحد سكان القرية إنه منذ ظهور الأشباح لم يترك الأهل والأولاد منازلهم ولا يجتمع الناس أو يقبعون في الشوارع بعد صلاة العشاء. المبادرة أطلقها رئيس جمعية شبابية في القرية بالتعاون مع الشرطة المحلية، وقال: أردنا أن نكون مختلفين وأن نبتكر رادعا مؤثرا، لأن الأشباح مخيفة ومرعبة. صحيفة الجاردن البريطانية نشرت صورا متنوعة أخذتها عدسات مصوريها المحترفين من أجزاء مختلفة من العالم، نعرضها عليكم في هذه الجولة. عدد مرسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كشك الصحافة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.